ما تجود به أنا من الحرفيين الصحراويين هو انعكاس وأيقونة لصمود هذا الشعب وتضحياته، وهو ما زينته أجنحة صالون الدولي للصناعات التقليدية بمخيمات اللاجئين الصحراويين، والذي كان فضاء لاكتساب الخبرات ما بين كل الحرفيين المشاركين. نشاركوا بالعطور التقليدية، صناعة يدوية، شركة مسقرة هنا في المخيمات. فرصة لنا نشاركوا بهذا المعرض الدولي واللي نحتكوا بالحرفيين الجزائريين. احنا مشاركين اليوم في حولينا هذا التقليدي ديال الصناعة التقليدية والحرفيين، وعندنا هذا رشوش، منتجات نعدلوا ديال رشوش مزينة المرأة الصحراوية، ومع أخوتنا الأشتغال الجزائريين هما اللي حتى هما اللي، ونبغوا نتمو نشاركوا معاهم في ذي المسائل كاملة اللي نحطوا المنتوجات نتاعنا كامل، ونتعرفوا على العوايد والتقاليد نتاعهم والعوايد والتقاليد نتاعنا ومنتوجهم ومنتوجنا كامل، وفرصة مليحة وتبادل الخبرات بيناتنا كامل. خدموا بعد المنتوجات التقليدية الحرفية وشاركنا مع أخوتنا الصحراويين، مرحبا بنا عندهم ومرحبا بهم عندنا، وإن شاء الله تكون مشاركة وتكون فرصة جيدة إن شاء الله لينا وليهم بإذن الله. واجدين اليوم في الصالون الدولي بالصحراء الغربية بالاحتكاك مع أخواننا الصحراويين، جينا باش نعرضوا منتوجاتنا الجزائرية كل حرفي والاختصاص نتاعو. لتعد هذه الطبعة تتويجا للعمل المشترك ما بين الجزائر والصحراء الغربية، وفرصة لترقية التكوين والإبداع لدى الأشقاء الصحراويين. الجزائر حاضرة عن طريق الصناعة التقليدية من خلال مشاركة 10 حرفيين من مختلف مناطق الوطن، وكذلك الجزائر ستساهم كذلك في تأطير دورة تكوينية لفائدة الحرفيين وكذلك الإطارات لدولة الصحراء الغربية الشقيقة، اللي نعمل على نقل المهارات ونعمل على نقل الخبرة الجزائرية في مجال المقاولاتية وفي مجال التسيير المؤسساتي لأصحاب هذه الحرف والنشاطات. هذا الصالون كما تعلمون هو يحمل أكثر من رسالة، الصناعة التقليدية والحرف في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هو أحد جبهات النضال والتعريف بالقضية الصحراوية من حيث عمق الهوية الصحراوية من خلال الصناعة التقليدية، ولكن من حيث كذلك عمق اعتماد العنصر الصحراوي على ذاته من خلال ما يمارس من حرف يدوية أو غير ذلك. هي ليست فقط صناعة تقليدية عادية، بل صورة لمسيرة شعب مكافح لأجل نصرة القضية.